مساء الخير، أهلا بكم إلى هذه النشرة الإخبارية المفصلة من العربية. نبدأها بأبرز العناوين. بوتين يعين خليفة لبريغوجين، والكرملين يؤكد أحكام السيطرة على فاغنر. تفجيران انتحاريان في باكستان يخلفان قتلى، والحكومة تتهم عسكر جنجوي المحظورة. قادة أوروبا يجتمعون لتجاوز خلافاتهم في ملف الهجرة مع تفاقم عدد اللاجئين. السماح بمشاركة الرياضيين الروس في أولمبياد باريس المقبلة بعد التصويت ضد تعليق عضويتها. البداية من روسيا، حيث التقى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين القيادي السابق في مجموعة فاغنر أندري تروشاف. إذن نكتفي بهذا القدر من كلمات الرئيس جو بايدن في حفل بمناسبة نهاية خدمة رئيس هيئة الأركان المشتركة مارك ميلي، ونشكر الدكتور عبد الكريم شاه الذي حدثنا من إسلام أباد. نشرتنا مستمرة وفيها بعد الفاصل. أذربيجان تعتقل أحد قادة انفصالي إقليم كاراباخ، ونزوح أكثر من 90,000 شخص إلى أرمينيا. ولدينا أيضا السلطات التونسية تتصدى لأكثر من 400 محاولة لعبور البحر المتوسط. جديد، كشفت مصادر طبية للعربية أن 67 مصابا في حريق الحمدانية في العراق يخضعون حاليا للعلاج. إلى العناوين. بوتين يعين خليفة لبريغوجين، والكرملين يؤكد أحكام السيطرة على فاغنر. تفجيران انتحاريان في باكستان يخلفان قتلى، والحكومة تتهم عسكر جنجوي المحظورة. قادة أوروبا يجتمعون لتجاوز خلافاتهم في ملف الهجرة مع تفاقم عدد اللاجئين. السماح بمشاركة الرياضيين الروس في أولمبياد باريس المقبلة بعد التصويت ضد تعليق عضويتها. العربية.net للمزيد من الأخبار والتحليلات. تابعونا إلى اللقاء.